كثير من الأفراد حتى المتدينين يجهلون أحكام دينه حتى الأوليات منها، يعني حتى قضايا الوضوء وحتى قضايا الطهارة يجهلونها. في باب النكاح هنالك بعض الأشياء توجب الحرمة الأبدية، كثير من الأفراد لا يعرفون هذه الأشياء ويتورطون، وبعد 20 عام 30 عام يعلم أن زوجته محرمة عليه. أحد الشباب قبل فترة وهو شاب متدين محشور مع أهل الدين والعلم قال لي إني كنت أتوضأ على هذا النحو، وذكر النحو، فماذا ترى في ذلك؟ قلت بإجماع جميع العلماء هذا الوضوء باطل، والصلوات التي كنت تؤديها فيما مضى كلها كانت باطل، فيجب عليك إعادتها جميعا. كثير من الأفراد لا يعلمون حتى أوليات دينه، فينبغي علينا أن نحاول أن ننشر الفقه والتفقه في الدين بين أفراد المجتمع.